اكو موقف، بس هو موقف مضحك يعني. يعني صادفني موقف، هذول اللي عندهم نقص، يعني مثلا مريض، احنا ما اعرف شو نسميه، يعني مشكلة عقلية يعني. ايه فوقتها كان المكان يعني مكان جدا راقي والحضور راقي، بس هذا هو عندهم بيتهم ويحبونه مدللينه باعتبار مريض وهذا. فيجي صار قدامي ذاك الوقت، فظل يسوى اشياء يعني، تعرف انا صاعد منصه وكان حتى اكو نقل يعني بوقت، ظل يسوي في التفاصيل يعني، ظل مثلا يخلي ايديه هيجي يسخر منك. انا بعد وقفت يعني، تعودت من الشيطان وخليت انه تخيلت العالم جاي تشوفني نقل مباشره، فصعبه، فما اعرف سبحان الله. ومره يعني بايام شتاء ايام برد، شايف واحد يعني من تجي الرجفه، اي انا جاي اقرا وجتني رجفه، دريت راسي هيجي، واحد واقف يمي، قلت له اخوي هاي الرجفه ما يوقفها الا تاير تحرقوني. يعني عبالهم عربه فمشت يعني وياك. يجوز. طيب احمد، دائما كمنشد مجبور انك تخضع المقاييس الناس اللي خاليها عليك، يعني لازم تكون دائما مثالي قدامهم، وانت بالنهايه بشر يعني، هم الانبياء ما معصومين يمكن، أكيد او أكيد. يعني بشر بالنهايه. فليش الناس دائما حاطه عليكم صوره انه انتم لازم تكونون مثاليين بدون اي اخطاء؟ هي هاي، هل انتم السبب يعني؟ انتم دائما من تطلعون على الشاشه تبينون المثاليه. هو يعني هذا الشيء انا اعاني منه هواي. العالم من يشوفك، يشوفك وناس، من يشوفك بالتلفزيون ويشوفك بالحقيقه تنصدم، لا هو عباله انت نبي. يعني هو يقول مثلا، انا اشوف اكو عالم من اروح لهم يقول انت معقوله تشرب مي، تاكل مثلنا، تنام ما ادري شلون، تسبح؟ قلت له الله يرضى عليك اخوي، انا حالي حالك بشر. تفهمني؟ هذا الموضوع نعاني منه جدا، باعتبار الناس تشوفنا احنا غير، وهذا حتى مرات مثلا بالشارع يعني مرات اشتهي اكله اكلها، يعني صعب انزل يعني مثل العالم، اشوف الشباب واشوف الناس يوقف ياكل او يمارس طقوسه بشيء طبيعي، انا صعب عليه.